مواقع اليوم بغيتو تعرفوا شنو كاين. كانت مبرمجه زياره ديال السيد الوالي لهذه المنطقه المتنفس الوحيد ديال حي قوتي، وهي حديقه الشاويه وكذلك سوق الشاويه. فجاو يعطيوه تصاميم اللي ما شفناهاش حنايا كاعضاء ديال المجلس او كسكان، تحد ما شاف شي حاجه جايه غادي تعطيه واحد النظره على ما هذا. الا انه السيد الوالي اظن انه فطنة بأنه سوف تنطلع عليه حيلة، لأن هذا المشروع هذا بدأ في شهر 7 2023، ولحد الساعة حرمات منه الساكنة منذ شهر يوليوز 2023 بدون مشروع بدون أي حاجة. إذا الآن باقي ما تدرش المارشي ديالها، وهنايا تتشوفوا هذا الخراب. مع ذلك أنه جاو قبل السلطة ونقاو المنطقة، لو ما نقاوهاش كنتوا غادي تشوفوها في واحد الحالة يرتى لها، والسكان تيشوفوا هاد المناظر وتا واحد ما سمع لهم. يعني ما يقع لا من حيث الأزبال لا من حيث المتشردين لا من حيث هذا من جهة. من جهة أخرى السيد الوالي خصو يعرف بأن سوق الشاوية فيه قرار ديال الهدم من LP2E أنه يشكل خطرا على المرتدين، ومع ذلك تريد ان تقوم باصلاحات فيه وتفتح باب من هذا. راه ماشي هذا هو المشكل، السكان ينتظرون شيء اخر شيء اكثر احسن ليعود عليهم بالنفع، لا من حيث حديقه الشاويه ولا كذلك من حيث السوق. السوق لا يستجيب لمتطلبات الحي، هذا خاص يعرفها الوالي، خاص يتعاد فيه النظر، خاص يتعاد فيه النظر انه يدار فيه مشروع يليق بمستوى حي قوتي وبالسكان ديال حي قوتي. اذا نتمنى خير السيد الوالي، اتلج صدرنا بهذه الزياره اللي ما كملهاش لانه بان ليه بان ذاك الشيء ماشي هو هذاك، واتمنى ان ينكب على الملف بدقه ويعرف خبايا الامور وحقيقه الامور. اليوم كنتفاجئوا فحالنا فحال الساكنه ان كاينه واحد الزياره اليوم ديال السيد الوالي لهذه المنطقه هذه. جينا مع الاسف تعطلت شويه في المجيه ديالي، ولكن لقيت السيد الوالي مشى، السيده العمده مشى، السيد نائب البرلماني ديال المنطقه سي الحاج محمد الشباك مشى. ولكن كنتفاجئوا بالزياره ديال السيد الوالي انه اللي سمعنا من الاخوان والاصدقاء ديالنا انه غير راضي على الاعمال بهذه الحديقه، هذه حديقه الشاويه. اللي بغينا نبلغوا الرساله ديالنا السيد الوالي، الا كنت انت غير راضي على الاعمال حنا راه ما فراسناش هذا المشروع هذا. ما عرفش شي حاجه سميتها لجنه التعمير والبيئه، ما عرفش شي حاجه سميتها المستشارين، ما عرفش شي حاجه سميتها المنتخبين، حتى شي واحد ما فراسو شي حاجه هنايا، حتى شي واحد ما فراسو شي حاجه هنايا نهائيا. كنتفاجئوا بحالنا فحال الساكنه. نهار الاخر غنسمعوا جيو عاوتاني صوتوا على الميزانيه، حيت الميزانيه خسرناها. فاش خسرناها ماشي محكمتش تسولوا عليها نهائيا. اشنو كيطرا في سيدي بليوت؟ حتى شي واحد ما عنده حق يسول. ما عرفتش اليوم النواب بدون استثناء، إلا سولتي نائب بدون استثناء، ستة نواب بدون استثناء، سولتي نائب كيقول لي أنا ما فراسيش، وأنا هو رئيس لجنة التعمير والبيئة ما فراسيش. نائبة هي معنا ما فخباراش، شكون اللي فخبارو أشنو طاري؟ اليوم الزيارة ديال السيد الوالي مثلا بغينا نعرفوا أشنو طرا فيها، لأن حنا كنمثلوا الساكنة، أشنو طرا في الزيارة ديال السيد الوالي؟ ولا حد عنده الأخبار. سمعنا باللي ما عجبوش شي حاجه هنايا، بغينا نعرفوا مثلا شنو اللي ما عجباتوش باش نكون واحد الاجماع واحد الاتفاق بيناتنا وندير واحد الموديفيكاسيون. اشنو هو البلون اصلي باش نديروا فيه موديفيكاسيون؟ اشنو غيكون هنا شي حاجه اللي ما مفهوماش؟ نتمنوا اننا مع المده نقدروا نعرفوا شي حاجه باش نقدروا نقولوها لكم. راه حتى التصريح اللي غنعطيكم انا نحشم نقولوا، لانني انا رئيس لجنه التعمير راه ما فراسي والو، ماشي رئيس لجنه التعمير، النواب راه ما فراسهم والو، ولا حد فراسو شي حاجه. Thank you.